رح انسى كل شيء، بس بشرط واحد ضرورة نفسه، ماجد ونيفين يتزوجوا. ماجد انا مستحيل حاكي بهالموضوع. حاولي معه، لازم تلاقي طريقة تقنعية أنيش. هذا هو الحل الوحيد وأنا قلته. أنا حالياً حكيت مع المحامي ووقفت الدعوة، ناطر تردي علي بكرة الظهر. أمي عندك خبر شو عم يصير بالشركة؟ طبعاً هالخبر مو غريب، هالشي كان متوقع. حاولت خبرك وانت ما فهمتني. عيلة ديميرخان عم بيساووا هالحركات مشان يعوضوا الخسارة تبعهم. صدقني هاي هي البداية، وكمان بيتنا رح يجوا عليه. وما تستغرب إذا شلحوك مفاتيح سيارتك بعد كم يوم. شو هالحكي؟ ما حيقدروا. ماجد أنا حاولت إني فهمك، بس أنت ولا كأنك هون. عم نحط مستقبل عيلتنا بين إيديك، وليك وأبوك شايف وضعه هلأ، ما رح يتحمل أي صدمة تانية أبدا. ماجد ما فيني أتحمل أترك بيتي، مو ممكن حدا يغير الوضع اللي نحن فيه غيرك. لازم تتزوجني فين. حاول تفكر بعقلك مو بقلبك. يلا قرر بسرعة، انقذنا. بدي ترد علي هلأ، يا بتقلي إيه يا لا. بدي إياك تجاوبني. إذا اتخذت القرار الصح رح تغير كل شيء، وأنا ما بعارض شو ما كان الجواب. أنا عم بستنى جوابك. أبلان، بتزوجها لنيفين.
بس اوعك تفكري هالزواج بده يكون حقيقي مثل اي اثنين. رح يكون لانه انتو ضغطتوا علي، زواج كرمال الشغل يعني بس على الورق. اصح كنت تطلبوا مني اكثر من هيك بقى؟ ماشي يا ريت تسكتي. خلاص ما في داعي تقولي شيء ابدا، اصلا وضعي مو متحمل كلمه منكم. رح اتزوجها من شان بابا. بس لما يتحسن والشركة ترجع مثل أول وأحسن، هالزواج التافه ما رح يكمل، حتى نيفين ما رح يكون إلا رغبة تكمل فيه. ناريمان، ما رح تنزلي تفطري معنا؟ لا مالي جوعانة. عم تتهربي من أبوكي؟ ما عاد فيني اطلع بوش بابا لأنه كذبت عليه، وكمان خجلانة من حالي لأنه هزيت ثقته فيني. بس يا عمتي صدقيني أنا ما عم بغلط، بحب ماجد وعشقانته. وهو بحبك كمان يا بنتي. ايه تعرفي عرض علي الزواج؟ قبلتي؟ أكيد ايه. تعرفي أنا أكتر من أي شي بالحياة بحبه لماجد. عمتي لو سمحتي ساعديني حتى خلي بابا يفهم هذا الحب، وقفي جنبي وجودك بقويني. أنا يا ناريمان واقفة معك. عشقي ليلى، ليش لهلأ ما غيرتي ثيابك؟ رح تتأخري على الشغل؟ اليوم ما بدي روح على الشغل، إجازة. ايه منيح، ناريمان كمان بالبيت، سلوا مع بعض. عيشي على راحتك، امك ما رح تشوفك وحيده ليلى، بس انتي وحيده. مرحبا قريش. فايزه، في لك عندي خبر حلو، ماجد قبل يتزوج مني فين. حلو، لكن خلينا نجهز كل الأمور من هلأ قريش. مو هلأ، بعد ما كريم يتعافى بنحكي بالموضوع. معافى إن شاء الله. بشوفك. بشوفك. نيفين، وأخيرا صار مثل ما بدك، حضرت أميرنا المدلل قبل يتزوجك. غير هالفرصة ما في قدامهم. ما فيني كذب عليكي، أنا فرحت بهالخبر، بس فرحتي هاي ما بتعادل فرحتي وقت رجعته لماجد من برا. أكيد مبسوطة.
بس هلأ عم بسعى على شي تاني ببالي. الشاي لسه سخن، بتشرب كمان؟ ناري ماما رح تنزل تفطر معنا؟ قالت ما أنا جوعانة ومستحية تشوفك. إذا هي مقدرانة تطلع بوشك، كيف بدك تكون طبيعية وتقعد معك على هالطاولة؟ أخي ضروري تحكوا مع بعض. أمي لا تتدخلي، بيعرف يحلها للقصة. انت ليش مزعوجة ليلى؟ لك انت اللي ليش مزعوجة أصلاً؟ تركيهم، خليهم يحلوا مشاكلهم لحالهم، ما بصير نحن نتدخل. أنا متأكدة فايز رح يلاقي حل، بس لبين ما يلاقيه ليش حتى يكون جو البيت هيك متوتر؟ لازم نحن نتدخل بسرعة. عم بحكي مشان ناريمان خطي؟ شو ما بدك تكملي أكلك؟ والله طول ما قعدتلكن هيك بالأخير علي رح تروح. لوين يا مهوين؟ رايحة أتمشى. أهلين أمي، ادخلي. مرحبا. كيفك أمي؟ نشكره. آسيا، مين إجا لعنا؟ أنا اللي إجيت هدى خانم. آسيا، قولي لأمك تبلش بالكوي أول شي، بس طبعا بدي شوف كوي مرتب للقمصان. استني شوي، لوين رايحة؟ لسه ما خلصت. السجاد إلو زمان ما تليف، كمان ليف السجاد وشين مثل الخلق. بس أنا من كم يوم ليفته. وبعد ما تخلصي بتبلشي لنا بالعشاء. يعني أنا صابرة عليها بس كرمالك. تركيها. ما سمعتك. عم قول الكوي. آسيا وين المكواية؟ هيك عم بحكي. يلا آسيا، أنا ببيتي ما بشتغل كل هالقد بيوقت واحد، كيف بدي يعني خلص كل هالشغل؟ ليكون هي بتعذبك كل يوم. مو هيك أمي، بعد ما انكسرت رجلة صارت تزودها. آسيا، خلي أمك تعمل لي قالب كيك، كتير مشتهية عليه. شو أعمل مع هالمصيبة؟ وبعدين الصبر يا ربي. يا عاصي خليهم على حالهم، لا تخربطهم هيك، كتير حلوين والله. شو بك انت واقف ساكت؟ ما تعطينا رأيك؟ نعم. شكرا والله خدمتنا. انت شو بك؟ ما في شي. بلا مبين عليك، مبارح لوين رحت؟ امتى رح تحكي لي؟ لك مبارح كان عندي شغلة خلصت ونسيت خبرك. جهاد؟ اسمع شو رح قلك، بدي روح زور ناريمان، ضل بالي عندها. لك روحي خلصي شغلك، هلا مو وقت ناريمان والزيارات، بلا مسخرة. يي كل شي ترتب. لا ماني شايف شي ترتب، هي رح تقضي وقت عند ناريمان وما رح تجي على الدوام غير ساعة واحدة، حطيتك بالصورة. بدي انزل شوف الشغل. اتركي هدول من ايدك بنتي، روحي مدي رجليكي جنب برت عمك وارتاحي. منيحة انا بدي ساعدك بالشغل امي. اذا بتضلي جنبي ما رح تعدي. اتركي من ايدك، قلت لك روحي ارتاحي لشوف. آسيا، اذا انا طلبت منك تعملي لي شغلي بتطلعيها من روحي لتصير، وهلأ شو امك ما سخيتي فيها؟ على كل حال وقفي لا تعدي، جيبي شي قميص من يلي كوتن امك لشوف اذا زبط الكوي. عاصي
شو معك؟ هدول اعلانات ومنشورات وملصقات للدعايه، فكرت نوزعهم على المحلات دعايه للمدرسه. والله برافو عليكي، فكرتي بهدول. انت رائعه. ما تبالغ. بما انه الفرقه اكتملت خلونا نبلش. يلا بلشوا. يلا. دقيقة، أنا إذا ممكن بدي أشوف ناريمان. إيه؟ أنتوا بلشوا وأنا برجع بعد شوي، ماشي؟ يلا. يلا. ليلى، جاي من البيت أنت ولا من الشغل؟ لا البيت، شو الموضوع؟ ناريمان اشتقت لها منيحة؟ قافلة على حالها وما بدها تشوف حدا. إيه طيب، شو طلبنا منك؟ خلص فخرية، روحي من وشي هلا. ناريمان بدي تتفهميني أرجوكي. بابا ممكن نحكي كلمتين؟ بترجاك بابا، بترجاك تسمعني لو سمحت. كيفك عمو؟ بدي شوفنا ريما. فخرية، منيح انك اجيتي. ناريمان حاجتك قهر لو سمحتي. ما عم بقدر اتحمل اللي عملوا فيني يا فخرية. يعني منعك من الطلعة لبرا؟ يعني ابوك شو بده يخليكي محبوسة بالغرفة طول النهار؟ اصلا انا ما رح اطلع من هون. انا بدي ارجع اكسب ثقة بابا فيني من جديد، لانه انا بحاجة لهذا الشيء كتير. طيب كيف رح ترجعي ثقته؟ اللي صار مو بسهولة رح يتصلح. رح خليه يصدقني مثل ما رح يصدق ماجد. بدنا نخليه يصدق حبنا الحقيقي. بسيطة بتهون. ناريمان، انت لازم كمان تصدقي انك رح تكوني سعيدة مع ماجد. يعني الحقيقة لما يشوفنا انا وماجد مع بعضنا بس لمرة واحدة رح يفهم قديش منحب بعض. محلولة؟ مشكلتك هي بإذنه لله محلولة. خدي لشوف، خدي. اتصلي بماجد قولي له انه يجي لهون. ايه لكن لوين؟ بتقولي له كمان الموضوع كتير هام ومستعجل وبيخصني بسرعة، تعا حتى يحافظ على حبكن ويحمي. اتصلي يلا. فخرية. ماجد، انا ناريمان. ناريمان؟ كنت بهاللحظة عم فكر اتصل فيكي. ليش عم تحكي من تليفون فخرية؟ وقت بشوفك بقلك، بس ماجد أنا ضروري شوفك اليوم. يلا طلبي منه يجي لهون. سبقتيني ناريمان، بدي شوفك كثير بحاجتك، فينا نتقابل؟ فورا ما فيني، بابا هلأ طلع من البيت. إذا رجع وما لقاني رح يعمل مشكلة، يعني رح تبين كأني هربانة من البيت ومو حلوة بحق. ما عاد بدي أطلع بالسرقة، عم حس حالي عاملة ذنب، لهيك بدي أخلص من هالشعور. ايه احلى حكي بينسمع، كملي. ناريمان، بدك بيجي على اي مكان قريب؟
بترجاكي. حتى لو دقيقة لازم نحكي ناريمان. خلص روحي أنا بدبر حجة. طيب تعال فورا. هلأ بجي. يا رب. تقدري تستعجلي بقى؟ هالزلم رح يشبعوا نقرشات ويروحوا على شغلهم. ما كنتي تعرفي تحطي لهم لقمة ياكلوها؟ هلا طفيت تحته، أخذ وقت كتير. الشوربة والله طيبة زهرة خانم. صحة وعافية. طبختي لي شوربة إلي وشوربة غيرها إلهم، ليش هيك عم تعملي؟ استغفر الله وأتوب إليه، معقول هالحكي؟ هالشوربة ما هيك بتنطبخ. بدك تدوبي الزبدة مع النعنع ورشة طحين، إذا ما انخلطوا سوا ما بتمسك مع بعضها. ليك هي مو ماسكة. خديها لشوف يلا، ما بتتاكل. جيبي لي آكل شوية حواضر، استعجلي. حسبي الله ونعم الوكيل، منك شو بتنقي. السلام عليكم عمو نوري. وعليكم السلام. يسلموا ايديك، سمعنا رح تفتح مدرسه بالحاره، الله يعطيكم العافيه ويقويكم. الله يسلمك عمي. السلام عليكم جيراننا. هلا، يسلموا. والله فرحنا لك كثير. الله يخليك، بتمنى تشرفونا ان شاء الله. شرف عمي. عاصي الف مبروك، رح تفتح مدرسه موسيقى. اي والله عمي، تفضل عندك. ناطرينكم المساء. شكرا على خير ان شاء الله. يسلم. الله معكم خالتي. لتحت. ايه لتحت طبعا. ماجد، كنت بحاجة لأشوفك حبيبي. بصراحة خايفة حدا يشوفك قريب من بيتنا ويساوينا مشكلة. ولا يهمك، أصلاً ما رح أخذ من وقتك، بس أنا كان لازم شوفك ضروري. عيونك بتقول مشتقلي. ليش أنا بقدر بدون ما أشتقلك؟ اتصلت أكثر من مرة، ليش ما رديتي؟ شو الموضوع؟ بابا شاف إنه عم تتصل على موبايلي لهيك أخده كمان. بصراحة أنا مليت كتير من إني كذب على بابا وأطلع شوفك من دون علم حدا. أنا ما عاد بدي نعيش حبنا بالسر، لأنه اللي بيناتنا شي حلو كتير لازم الكل يعرفه. ماجد، بدي كل العالم يصدقوا. أنا متأكدة إنه بابا بده يصدق حبنا لما يشوفنا. صعب كتير علي إنه ما أشوفك، عم تفهمني؟ كمان أنا هيك. بس أنا خلص اتخذت قراري، رح أطلع معك قدام عيلتي وكل العالم. بدي إياهم يعرفوك عن قرب. بخصوص كيف بدنا نقنع على بابا، ما تحمل هم، لأنه عمتي رح تساعدنا، أنا متأكدة. أول شي رح أعرفك على عمتي، أصلاً لما تشوفك رح تحبك وتقنع بابا فيك أكيد. خلي الكل يصدقوا إنه حبنا أجمل شي بالحياة كلها. ما رح تقول شي حبيبي؟ ناريمان، بهالفترة نحن لازم تكون أعصابنا باردة شوي. شلون يعني باردة؟ عمري، بظن بتعرفي بابا ووضعه. هالجلطة القلبية خربطت العيلة كلها. كمان الشركة عم تمرق هلأ بأصعب أوقاتها. بدي اياكي تعطيني فرصة لبين ما نكون طلعنا من هالبلوة. طيب. وبتوزع لنا هدول كمان. شكرا. يعطيك العافية. عمي؟ مرحبا. أهلي. شو هاي بنتي؟ ايه، عاملين افتتاح لمركز جديد لتعليم الموسيقى، احد اعلان عنه، نتامل حضوركم. دخيلك، شو رح يعجبكم من الموسيقى تبع ايام زمان؟ اوعى تقول هالحكي، لا تزعلني، اكيد عندكم اغاني حلوه.
بانتظار تشريفكن. عم بتطلع فيكي وعم بتفاجئني أكتر يا ليلى. خير شو يلي عم بيفاجئك ها؟ شفتك اليوم ولا كأنه صاير معك شي، بقصد اللي صار معك مبارح. هي هي الحياة، ما بتوقف علي إذا زعلت، وإذا ما زعلت كمان ما بتوقف، لا أحسن ما أزعل. هذا هو الكلام الموزون. الصبح حكيت مع الملازم رح ياخدوهن على الحبس. والله مو أنا بس، أكتر من حدا ارتاحوا منهم. انسى، بدي روح كمل. بالمناسبة احكي لي عن اللي صار بينك وبين نهاد. شو قصتك انت؟ لأنك ما عرفت تحله للغز، عم تطلب مساعدة لتحله؟ لك مو هيك، أنا فهمت غير القصة. جهاد، لا تسأل عن القصة، يلي شفته قدامك هو الحقيقة. دارت لك؟ وإذا استصعبتها كتير بطل أسئلة، تحرك هلأ يلا. اسمعيني منيح، ما تطلعي علي بكلامك الجارح وتسكتيني ليلى. شو دخلك فيني؟ انت شو عم بتقول؟ مو متحرك من هون، مو عكيفك بمشي. دارت لك؟ اسمع، اذا رح ترجع وتسأل عن اللي ما رح أقرب عليه مستحيل، وحياتك ما رح افتحه، انا ما دخلني فيه. والله شو هالنسوان اخر زمن هدول. ناريمان، انا لازم خبرك بشغلة ضرورية، هي بتخص قصة الزواج. ماجد، الحقيقة أنت كمان لازم تمهلني شوية وقت، لأنه أكيد بابا بده فترة ليتعود على فكرة زواجنا، لهيك أنا برأيي لازم أكسب ثقة بابا، ووقتها كل شي رح يكون أحلى بكتير. ضايقت مني؟ بحياتي ما بتضايق من روحي. برأيي الأحسن أنك تروح. طيب. شوفك. شوفك. خلصنا من توزيع البروشورات كمان. طيب شو بالنسبة للآلات الموسيقية؟ أنت رح يوصلوا؟ بكرة بيوصلوا إن شاء الله. يا شباب، معلمي يسلم لي هالوش. إيه كيفكن؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عم. أهلين فيكن. الهيئة مشتغلين منيح بالمدرسة، يعطيكن العافية. لسه في نواقص صغيرة بس شوي شوي منخلصهم. بصراحة أنا مشان هيك جيت. تفضلوا، ما في شي من قيمتكن. أنا وكل أصحاب محلات الحارة حاولنا نجمع لكم هالمبلغ، لأنه كمان حبينا نساعدكم بشي بسيط. يلا. سيك. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك معلم. ما بدي أسمع شي. شكراً كتير لألك. عن جد هيك خجلتونا.
العفو ما تحكوا هالحكي. جهاد امور معلم. شو ما بدك تورجيني على المدرسه وتفترني فيها؟ لك اذا انا ما ورجيتك على المدرسه مين بده يورجيك عليها؟ امشي يا احلى معلم امشي. شرف تفضل. اهل حارتك رائعين. ايه وسخيين. بدك شي مني؟ انا هلا رايحه. خلص لكن نطلع سوا لفوق انا بوصلك. بنوب ما في لزوم، بروح لحالي بلا ما تتعب. معك ما بحس بالتعب بنوب. يلا. لا تضل زعلان على أبوك، ليكو عم يتحسن. المهم تجاوز المرحلة الصعبة، وأنا أبي كمان إجته جلطة والحمد لله ما احتاج وقت طويل، فورا اتحسن. ماجي الحقيقة أنت كمان لازم تمهلني شوية وقت، لأنه أكيد بابا بده فترة ليتعود على فكرة زواجنا. لهيك أنا برأيي لازم أكسب ثقة بابا، ووقتها كل شي رح يكون أحلى بكثير. ضايقت مني؟ بحياتي ما بتضايق من روحي. كمان لا تشغل بالك بالشركة، الأمور إن شاء الله رح تتحسن. أنا واقف معك، لا تفكر بشي. وأنا كمان لما كنت بالهند مرقت بتجارب إفلاس، بعدين هي شركة أرجي أغلب، فينا نلاقي حل مشاكلها. المفروض إنه ما خبي. ضروري أحكي بالموضوع. ماجد بحبك يا روحي. انت حياتي وكل عمري. بحبك كتير. خير؟ أبوك عم تتحسن صحته، رجع لوعيه. هلأ بكرة رح يخرجوا. رح تصدقيني إذا بقلك هذا أحلى خبر سمعته بحياتي؟ إلك الفضل كله، خبرت أبوك إنك وافقت تتزوج نيفين. فرح من قلبه لما سمعني. يا ريت تشوف هلأ كيف عم بيحاول يطيب بسرعة. خبر زواجكن خلاه يرتاح ويتطمن كتير. معجزة صارت معه. وينك ماجد؟ مشوار امي. طيب انا رايحه على المستشفى لعند ابوك، وقت بتخلص تعال اشوفك. عم يسال عنك كل الوقت. لا تتاخر بمشوارك. ناريمان جبت لك فواكه حبيبتي. يسلموا ايديكي. We'll be right back.
نيفين خانم، أهلا وسهلا. أهلا فيكي، وصيتك على قطعة من زمان وما أجيت استلمتها. صحيح نيفين خانم، وهالقطعة بانتظار جنابك اليوم. طبعا هلأ وقتها. جيبي لي فستان خطبتي لو سمحتي. جيبي لي الفستان. تكرمي خانم. بالمناسبة ألف مبروك. شكرا إليك. ما كنت مصدقة أنت أسمع خبر خطبتك على ماجد بيك. لابقين لبعضه بتجننوا.